من بعد تحطيم الارقام القياسيه في عالم كره القدم، كريستيانو رونالدو كيحطم ارقام قياسيه جديده، لكن هذه المره بعيد على المستطيل الاخضر. كريستيانو قرر يفتح قناه على اليوتيوب، القناه حققت في ظرف وجيز ارقام خياليه، وقدر يحقق الدرع المليون اليوتيوب في ساعه واحده فقط. رقم قياسي ما عمر منصه اليوتيوب ما عرفاته، والحدود تصوير هذا الفيديو القناه كتابها ازيد من 18 مليون متابع اقل من 24 ساعه. كريستيانو كيتعتبر هو الشخص الاكثر متابعه على شبكات التواصل الاجتماعي ب 917 مليون متابع عبر مختلف المنصات. رونالدو غادي يشارك مع الجمهور من خلال هذه القناه حياته اليوميه خارج الملعب مع الاسره ديالو ووجهات النظر ديالو في مواضيع مختلفه، وغادي يستضيف فيها حتى بعد المشاريع. كريستيانو رونالدو كيتبت للعالم انه ماشي غير نجم في كره القدم، لكن حتى في العالم الرقمي، وكيف ما رفع الكؤوس وحقق الارقام القياسيه في مسيرته الكرويه قدر يحقق نجاح ساحق في اليوتيوب ومن اول يوم.